السلام عليكم، عواش مبروك، رمضان مبارك سعيد. اليوم كنتواجدوا في مدينه وجده، وبالضبط واحد المنطقه ولا واحد المكان اللي معروف بالجوتيه. غادي في هذا البلوغ هذا اللي غادي يكون حلو فعلا، حلو على شلو، غادي نهضروا على الشباكيه. البلوغ هذا خفيف ظريف، واحد المحل من اقدم المحلات اللي كاينين في وجده، وربما اول محل اللي كيصنع الشباكيه ومتخصص في الشباكيه. تابعونا وغادي تعرفوا في هذا البلوغ هذا. هذا هو المحل. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمحوا نصوروا. مرحبا. اذا هذا هو المحل كما كتشوفوا. السيد الوالي الوالي احمد. المحل ديال الوالي ابراهيم ولا الوالي احمد؟ الوالي احمد. الوالي احمد. الوالي احمد. هذا المحل هذا مع المحل فوقاش هذا المحل قديم. هذه 35 سنة، وهذا السيد هذا الوالي احمد في هذه الحرفة. انتما متخصصين في الشباكيه؟ لا متخصصين يعني كل عام كنجيو مثلا شعبان ورمضان كندوزو. انا بالنسبه لي اقليم تاونات واقليم تاونات بوهده تاونات. انت تاونات وخدا بوهده. واسم اسم الشخصي كوشتا اسم عائلي الداودي. مع هذا السيد يعني في هذه الحرفه 25 سنه هي في هذه الحرفه. احنا الممارسه شنو كديروا انتم غير الشباكيه؟ كنديروا الشباكيه، البانه، المقروط، الطريوات، السيجار. وعندنا الحمد لله الاقبال موجود، التصدير هناك اسبانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا. هناك عاوتاني كما نقولوا الحمد لله كاين عندنا الجوده وعندنا الاتقان والنظافه والثمن مناسب، يعني ما عندنا شي اسعار يعني شي ثمن. إذا اللي بغيت نعرف أنا وأنتم هنايا ما كتبيعوش فقط التسقيط، كتبيعو التسقيط والجملة. واه كنبيعو التسقيط والجملة. نعم. نديرو دورة في المحل نتعرفوا عليه. مرحبا مرحبا. إذا كما كتشوفوا هذا المحل ديال التسقيط والجملة فعلا. واه مرحبا. والإشكال أنه هذا المحل هذا. الإشكال أنواع مختلطة يعني. إذا كيبيع قهوة. واه. وأميمتو هنا كيتيبي. واه. يعني أمام مرأة المواطنين. غادي نشوفوا. واه مرحبا. تفضل. مرحبا. مرحبا شباب دعاوه. هانتوما كتشوفوا الشباب تبارك الله عليهم خدامين. والجميل انه ما كاينش البنات، كاين غير الرجال تبارك الله. تبارك عليكم. مين انت خويا؟ التاونات. التاونات تبارك الله، التاونات موجودين زعما. اذا اجي 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 نشوفوا هنايا بحال شنو هذا الشيء كيتسمى هذا؟ هذا مقروع. مقروع. مقروط. واه نوع ممتاز جوده. عندنا يعني نقولوا عندنا الجوده والاتقان. عندنا الجوده والاتقان. ها انتم كتشوفوا المقروط. واش هذا المقروط خاص بوجده ولا كاين في البلاد كامل؟ واه كيما نقولوا وجده هي برومي ديال الحلويات كيما نقولوا. خاص المقروط. واه في المقروط. وشنو هي الشباكيه اللي معروفه كاين البنان الكريواش. البنان تا هو الشباكيه. تبارك الله. زين شنو هذه؟ هذه سميتها مقلى. مقلى نتاعي. اللي طاح في المقلى يدخل. الشباب تبارك الله عليكم. الشباب ويا مني. تولي سنة. تاونات. 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 تبارك الله عليكم. وشنو كديروا انتم هنايا؟ كنديروا البنان. هذه ما يسمى بالبنان. البنان واقع.
قطع قطع الدرع. تبارك الله عليكم. هنا يا شرف على سيدي السيد ماشي العشاء. شو كدير في هنا؟ خاص في العجين تاعي كامل كيف عجن خلط نشوفوا كيف كتشوفوا ديما كيف كتخلط العجينه دوك ملي كتخلط هنا العجينه شو كيدير عاود من بعد كيديروا عندي تيكاب سوا في الطابله وتيديروها في سبيتو الغرشان وتقطعها هكا بالموس وكدز المقله انايا نحيها ومن بعد تدز عند صحابي كيعسلوها. اذا كل واحد باش مختص وكل واحد حنا باش مختص كيدز السيفه وهذا كيدز السيفه عاوتاني حتى هو معايا على جانب دري اصحابي عاوتاني يستفوا. هذه الورقه هذه هي الورقه قديه في السيله ولا قديه الشباكيات؟ يا ديال السيله دريوات الله يحفظك. صاحبي شحال دفعت هاد الحاجه؟ 15 سنه. 15 سنه وانت من هنايا مجدة؟ تاونات. تاونات تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم تاونات. يلاه تبارك الله عليكم تاونات. يبان لي تاونات مفتاح من مجدة. اوه هذا الشاب هذا الشاب الكبير هذا الشاب تبارك الله عليك. هذه كتصنع هذا شو سميتها؟ هذه هي الشباكية. شنو هي دابا النوع الشباكيه اللي كتكون هي مطلوبه؟ واش هادي ولا مقروط ولا الشباكيه ولا الشباكيه بين هما يكونوا مزيان. تبارك الله عليكم. هانتوما كما شفتوا المحل تبارك الله كبير وعريض كل واحد شنو خدام كل واحد شنو كيدير. اذا المهام كتختلف من واحد لواحد. شي كيقطع شي كيعجن شي كيتير شي كيدير العسل. اذا هانتوما غادي نشوفوا كيف تقطع. انا كنمشي لها وبعد البدايه ديال الضامن يعني ممكن يقبل كاين يقبل موجود
الله يقويك الله يخليك. تسلم تسلم. اذا كما كتشوفوا المحل دائما ديال الوالي احمد او ما يسمى بالاخوه الشيخ ابراهيم في مدينه وجده وبالضبط في الجوتيه. كنتمنى تزوروا هذا المحل غادي يعجبكم بزاف. فيه بزاف انواع ديال الشباكيه ومعروف هنا في وجده كيجيبوا الناس من اي مدينه سورتو انهم ما كيبيعوش فقط في التقسيط حتى كيبيعوا حتى بالجمله لمجموعه من المدن كما سمعتوا. وهذا بلوغ من مدينه وجده والمحل ديال الشباكيه. نتلاقاو بلوغ اخر بلوغ هذا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى البلوغ الثاني وكاملين مع حلويات الوالي. بارك الله عليكم.